سلام سلام، معكم مروان بشار في فيديو جديد. الفيديو هذا غادي يكون بلاي ليست ديال بنك بوبولير اللي هو البنك الشعبي، وبزاف المرات درنا فيديوهات عليه وشرحنا بزاف ديال الحوايج واللي لقاو اقبال. وبطبيعه الحال اي حاجه كتلقى عندي اقبال في القناه وتحت الطلب ديال المتابعين ديالي كنحاول انني نولي نوفرها من جديد وتكون واحد الحاجه عندها معنى، ماشي فقط نحطوا فيديوهات وما عندهم حتى معنى وما نستافدوا منهم والو. اللهم نحطوا فيديو ويكون عنده قيمه وعنده معنى والناس تشوف وتستافد. عاود نحط 5 الفيديوهات في الاسبوع وحتى فيديو ما فيه شي افاده. انا كنخدم بهاد الميثود هذه يعني في القناه ديالي، كنخدم بواحد البلان ديال انني خصني لا نحط للمتابع شي حاجه ما نتفلاش عليه او لا يكون كليك بيت، يعني فقط اعلان مضلل نخليه يدخل الفيديو في الاخر. يعني انا لا نفقد المتابع، ماشي غادي ندير شي حاجه يعني درهم او جوج درهم عندما دير لك في ادسنس حاليا. يعني خصنا نشوفوا شي حاجه اللي تزيد بالكونتوني ديال المغرب القدام. يعني المحتوى اللي كنقدم انا راه محتوى يعني راه قليل في المغرب وقليل اللي غادي يفهم فيه، وحتى اللي داروه راهم ما كيفهموش فيها الاخوان، حتى اللي داروه ما كان غير كوبي كولي، وبطبيعه الحال حنا الاصل والباقي تقليد. المهم الاخوان، هذا الفيديو غادي يكون علاش على العرض ديال سويب اللي دارته البنك بوبولير مؤخرا. وحاليا في هذه اللحظه هذه الراهنة حتى شي واحد باقي ما دوى عليه، حتى شي واحد باقي ما خرج حتى ستوري. يعني انا كما كنقول لكم ديما سباق في هذا الشيء. هاد العرض هذا الاخوان داروه للدراري بين 12 حتى 17 سنه، بنات ودراري بطبيعه الحال. يعني هاد العرض هذا بحال نقولوا ديال الدراري الصغار ولكن تحت الرقابه الابويه. يعني مثلا تكون عندك انت حساب بنكي كاب، يمكن لك تحل لولدك حساب ديالو سويب وتقدر انه حتى هو يستعمله، كتكون عنده كارت كيشي ديالو خاصه به. يعني الحساب والبطاقه والتطبيق كلهم مجانيين. شنو الشرط؟ يكون عندك انت حساب كولي امر ديالو في بنك بوبولير وتقدر انك تحل لهم هذا الحساب. المزايا ديال الحساب والعيوب ديالو يعني محدودين، ما كاينش شي حاجه اللي بزاف، ولكن الحاجه الوحيده اللي حاليا دايرينها زوينه اللي هي وفروه من 12 حتى 17 سنه. يعني باش فوق 18 سنه ممكن تحلوا الحساب ديال هاشتاغ لايف. فاش كندخلوا باش اننا نعمروا لي دوني ديالنا اولا نشوفوا شي حاجه اخرى على هذا العرض هذا، كنلقاو هنايا اول حاجه كتخرج لنا واللي هي كارت ديال سويب. كما كتشوفوا ديال البطاقه كتخرج بهذا الشكل هذا اللي كتخرج بحال عكسيه، ماشي بحال البطاقه ديالنا كيجيو المعلومات واضحين هكا على شكل افقي، كيجيو هادو يعني عفوا كتجي على شكل عمودي، هادي كتجي افقيه كما كتشوفوا. الا قلبتوا يعني الشاشه غادي تقراو المعلومات. كتلقاو هنا بنك بوبولير، يعني لا كارت فيها كونتاكت ليس، يعني ممكن انكم تخلصوا بدون تماس. هنا كتجي السميه ديال البطاقه سويب، هنا الرقم ديال البطاقه. وباش تعرفوا واحد القضيه، راه اي بطاقه طلبتوها للابن ديالكم او لا الابنه ديالكم راه كتجي بالسميه اللي بغيتو نتوما بالاسم والنسب ديالو. مثلا عندك الولد بغيتي تخرجوا بطاقه ديالو كدير السميه ديالو وكتخرج ليه بطاقه بسميتو. هنا لا دات ديكسبيراسيون وكتجي من نوع فيزا، يعني انكم تقدروا تخدموا بها حتى في الانترناسيونال. كما كتشوفوا هنا كيقول لك باللي واش العمر ديالك بين 12 17 سنه، بغيتي حساب بنكي وابليكاسيون كارت بانكير، عرض سويب هو اللي غادي يعني تقدروا تخدموا به، هو البروميير حاليا يعني اوفر في المغرب غراتوي. وحاليا يعني راه كاين ديجا دايره السياج اللي هو كود 18، يعني راه دايره قبل السياج، ماشي هذا اول عرض. يعني باش نصحوا المعلومه فقط البنك بوبولير، يعني هذا ثاني عرض في المغرب مجاني للاطفال قل من 18 سنه. يعني كيقول لك باللي غادي يعطيوك بطاقه وتطبيق، وحتى البطاقه غادي تكون بيرسوناليزي يعني بسميه ديالك. كيقولوا لك هنايا غادي تختار يعني البرودوي ديالك كما كتشوفوا هنا بوركو شوزي برودوي، يعني كيقول لك علاش بغيتي تختار هذا. لي زافونتاج هنايا كيقول لك بايمون دي زاشات او ماغازين، يعني تقدروا تخلصوا بها يعني في المغازين. هنا كيقول لك باللي البايمون دي زاشات اونلاين سور دي سيت اي كوميرس ناسيونال، يعني ممكن تشريو بها من الانترنت. هنا كيقول لك بايمون دي زاشات اونلاين سور دي سيت اي كوميرس انترناسيونال، يعني ممكن انكم تستعملوها في الناسيونال ولا انترناسيونال، يكفي انكم تفعلوا الدوتاسيون بطبيعه الحال. هنا كيعطيوكم كيقول لكم كارت بيرسوناليزابل كما كتشوفوا هنايا، وهنا اشكال ديال البطاقه، يعني البطاقه كتكون باختيار ديالك، يعني بطبيعه الحال ماشي غادي يعطيوك وحده او لا بحال السياج كتختار نتايا ديال مثلا كتختار داك الموسيقى كيصيفطوك داك درابو ديال البلاد اللي ما كيبغي حتى شي واحد، اللي خرجت له البطاقه فيها درابو ديال البلاد كيمشي يهرسها ويبدلها. كما كتشوفوا هنا كتعطيك هذه البطاقه الاولى، هذه كيعطيونا هذه وكيعطيونا هذه اللي فيها البيض والكحل وكيعطيونا هذه،
يعني هادو هما الاشكال ديال البطاقه اللي كاينين. هاد العرض هذا حاليا الاخوان يعني راه متوفر بدون شروط. الشرط الوحيد هو ان يكون عند يعني الولي الامر ديالك حساب بنكي، وتقدروا انكم تحلوه. حتى الا ما كانش عندكم حساب بنكي تقدروا انكم تمشيو للوكاله كتحلوه للابن ديالكم او للابنه ديالكم، ولكن كيكون بحال نقولوا بالتزام، يعني كتمشي انت كتلزم بلي هذا ولدك بحال اللي دايره السياج في كود 18. يعني ولو ما يكونش الاب ديالك عنده حساب بنكي كتمشي للبنك كتدي يعني الاب ديالك هو بحال اللي كيلتزم بك كيحل لك حساب بنكي، لانه اي حاجه عندها علاقه بالبنك ما كتكونش عاديه، لانه هذا الحساب هذا راكم تشريو به في الناسيونال انترناسيونال، يعني غادي يكونوا فيه شروط يعني وعقود خصكم ضروري تقراو. وباش ننصح الناس اللي غادي يمشي يحل هذا الحساب الاخوان، قراو الشروط، ماشي تحلوا الحساب عاد تقولوا لي مروان راه قطعوا لينا واحد الثمن. قراو العقد ديالكم بلاتي عليكم، ديك الكونطرا اللي كيعطوكم تسنيو عليها قراوها، ما تزربوش وتحشموا، راه عادي الا ما كتعرفش تقرا ترجم بتراديكسيون عادي، راه ما كاينش حتى شي مشكل. انا ونكون نمشي لواحد حاجه ما عرفاش ما نقبضش ونوقع على واحد الحاجه، نقرا العقود ديالي او على الاقل نصورهم نترجمهم في جوجل تراديكسيون، ناخذ وقتي ما مزروبش. انا في واحد المؤسسه اللي هي خاصها تعطيني واحد الخدمه، يعني بلاتي عليك ما غاديش تزرب. ومنين تقراو الامور ديالكم الاخوان ديك الساعه تحلوا الحساب ديالكم. هذا بالنسبه للابوين باش تعرفوا ما ليكم وما عليكم. هذا ما كان الاخوان كما شفنا دابا، عرفنا يعني العرض ديالنا، عرفنا كلشي. تقدروا انكم تيليشارجيو ابليكاسيون يعني ديال بنك بوبيلير باش تحلوا الحساب ديالكم، يعني كتعطيكم كما قلت لكم تطبيق مجاني سويب وكارت سويب مجانيه فيها كونتاكت ليست، تقدروا تشريو بها في الناسيونال والانترناسيونال. لحد الان ما كاينش العيوب، كاينين غير المزايا، غير هو نتمنوا يكون يعني الشفافيه وما يكونش كما داروا ابناك اخرين كيبداو هكا وكتجي واحد البيريود كيبدلوا فيها العقود بلا ما يعني كيبدلوا العقود والبنود ديال الحساب بلا ما يعني بدون اشعار مسبق للزبون، وكيكون يعني واحد الاقتطاع بحال اللي دارت ديجا تجاري وفا بنك. ونتمنوا ان شاء الله يكون خير. المهم هذا ما كان اخوان في هذا الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا معايا. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك الفيديو اللي هي اعجاب، وسبسكرايب للقناه اللي هي اشتراك او لا ابوني على حسب لغه الهاتف ديالكم. كان اي حاجه او لا اي استفسار خليه لي في كومونتير او دوزو عندي الانستغرام، كنجاوب على كاع لي ميساج. وثالث تعطلت عليه نهار او يومين، راه بحكم ان لي ميساج كيكونوا كثار الاخوان اللي ما كيكومونطاش هنا راه كيدوز عندي ديجا الانستغرام، ولا ديجا داز عندي الانستغرام وكنجاوبو راه عارفني. يعني لا تعطلت كاع يعني نهار، راه اون كونتاكت مع اي فان ديالي، يعني راه ما عنديش مشكل كنحسبكم خوتي قبل ما نحسبكم فان او لا متابعين ديالي. هذا ما كان الاخوان في هذا الفيديو، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله.